الولادة المبكرة، والمعروفة أيضا باسم الولادة المبتسرة، أو هي الولادة التي تتم قبل أكثر من 3 أسابيع من تاريخ الولادة المتوقع، أو هي الولادة التي تحدث قبل بداية الأسبوع 37 من الحمل. ويطلق على الأطفال الذين يولدون مبكرا مصطلح الأطفال المبتسرين، وغالبا ما يعانون من مشاكل طبية معقدة تختلف من طفل إلى آخر، ولكن يزداد خطر حدوث هذه المشاكل كلما كانت الولادة مبكرة أكثر. وبشكل عام تستغرق رحلة الحمل الطبيعية حوالي 40 أسبوعا، وفي حال حدوث الولادة المبكرة فإنها تحدث بين الأسبوعين 20 و37 من الحمل. أما ما يحدث من ولادة للطفل قبل الأسبوع 20 من الحمل فإنه يعتبر إجهاض.